مفسوح على الماء اللي كان يستهلكوا وعلى المواد الفلاحي اللي كان تناولوا. من ناحية ديال الماء كاين جوج ديال الظواهر اللي هي خطيرة كتهدد منطقة العريش بحال دابا المنطقة الصناعية فيها مصانع ديال التحويلية سواء ديال المواد الغذائية ولا غيرها. بطبيعة الحال هاد المصانع هادي عندها واحد كتستغرب بالمياه وعندها مياه عادمة. هذيك المياه العادمة كتمشي للمياه الجوفية اللي حنا كنشرب منها. إذا كنصحكم مثلا كنطلب من البرامج ديالو أن تكون واحد المراقبة ديال هاد المياه العادمة ديال المصانع. وحقاش في الدول المتقدمة أي مصنع كيلزمو عليه ديك المياه العادمة يعاود يستغلها ويعالجها وما يطلقها في الفرش المائية تتكون نقية وخالية من بعض السموم. هنا باقي ما وصلناش للمرحلة هذيك. من بعض المصانع اللي كان مشي لعندهم كندير مراقبة المياه العادمة ولكن القرية ما كيديروهاش. كاين واحد خطر اخر حنا كنهضرو على العريش وكنهضرو على المجتمع القراوي حتى هو لان الحي عايش حدانا المنطقة ديال العوامرة ولا مولي بوسلان. كاين واحد الافراط في استعمال الاسمدة الفلاحية اللي كيأدي هاد الاسمدة كتهبط الفرشة المائية كتلوثها. خصوصا كنهضرو على مادة النيترات. فاحنا في المغرب عندنا المستوى المسموح به النيترات هو 50 ملي غرام في الليتر ديال الماء. مع الاسف بعض المناطق كيفوت 100 120 وكيشربوه الناس. وهذا من العوامل المؤثره اللي كتخلق مثلا سرطانات في الادمغه خصوصا ديال الرضع. كذلك المياه اللي كيشربوا المناطق القرويه العوامره والبوابه كاملين مياه ملوثه عامره بالجراثيم وبهذا النيترات. حنا براسنا كنديروا تحليل كنلقاو هذا الشيء. هذا مع الاسف حتى العالم القروي يهتموا به. دابا كاين امراض مفحله ما كتعرفهم منين كتجي. عمل هذا الشيء هذا من الافراط من الاستهلاك ديال استخدام الاسمده. و سميتو خصني يفكروا على الاقل يديروا هذاك اما يديروا معالجه المياه محليه للساكنه مثلا كل دوار يديروا واحد المصنع صغير في الدار ماشي شحال كبيره كيديروا فيه الكلور ولا توصل لهم كيما وصلوا للماء يوصلوا مع الضوء يوصلوا مع شي الماء. هما هادو جوج حوايج اللي كنتمنى ان المرصد يهتم بها بزاف واللي هي مهمه. كذلك عاوتاني بالنسبه للغابه العريش راه كتمشيو لحدا الجبانيه وداكشي ديال الكليطو. زعما حنا كنحكو تما ما في الباقي كنحكو تما كنا تما كان عندنا هواء طلق زعما ولكن دابا مشيت تما كنمشي مع الاسف نص بزاف. كنظن الا انطلقنا الا اشتغلنا غير على هادو راه خصنا سنين باش نشتغلو وفعلا غتكون واحد التحدي كبير الا حيدنا هاد المشكل هذا. شكرا. واحد الاضافه واش مسموح ياكلهم البشر؟ وكاين واحد المبيدات مثلا واحد النسبه اللي هي ما خصهاش تفوتها الفريز ولا اي ماده. ولكن حنا في المغرب كامل كنمشيو للمارشي كنشريو كناكلو ما كعرفو كاع داك العيب شنو هو. وهاد المبيدات تتوصل حتى المياه الجوفيه. كتوصل المياه الجوفيه للانسان. مشينا بعد الابار حللنا بعد الابار لقينا اللي كيشربوا منه اللي كيسقوا فيهم النيس مثل الفريز ولا شي حاجه اخرى كنلقاو الماء فيه مبيدات فطريه ولا حشريه. دابا حنا كنشربوا سموم. انا وحنا الماء ديال الدار ديالي صيفطت المختبر لقيت فيه مبيد حشري.